حاليا هلا نحن بمشروع تيم اسطنبول. هون عنا ثلاث شركات انشائيه مستلمين المشروع من اكبر شركات اسطنبول. موقعنا حاليا هن مثل ما بنشوف هي هون موقعنا. المساحه الكليه للارض اللي عم نشوفها قدامنا هي 1.5 مليون متر مربع كاملا قدامنا. عاملين ثلاث مراحل بهالارض. الحلو انه هون بهالشركه الانشاءات المساحه اللي عم نشوفها كامله 1.5 مليون متر مربع ما عملوها كامله سكن، عملوا عده مشاريع مختلفه. اول مرحله اللي عم نشوفها فوق البيضه هي مرحله جاهزه من 2016. هاي المرحلة جدا ضخمة، عم تتضمن 61 بلوك، 3500 شقة، كله مسكون ومباع. حاليا فيكن تشوفوا كمشروع من داخل، تشوفوا كيف شركة الإنشاءات لسه محافظة على هالشي وكإدارة المجمع وكسكان، لأنه أكيد هذا بكل مشروع شيء مهم. نحن تركيزنا على تاني مرحلة. لا، تاني مرحلة اسمها تيم اسطنبول باهجة. هلا باهجة باللغة التركية تعني حديقة، لأنه هون حلو عاملين بالمشروع 95% من شقق اطلاته كله عم بيصير على الخضار. مثل ما كنتم شايفين مجمع صغير مو مثل اللي قبله. عاملين ايش في نواقص كانت بالمرحلة الأولى عملوها بثاني مرحلة. مثل ما كنتم شايفين 10 بلوكات بس، ماكسيموم طوابق 10 طوابق. هون الحلو بالمشروع انه عدد البيوت فيه قليل، 363 شقة بس عم بيتضمن. مع الأسف اللي عم نشوفه باسطنبول حاليا أغلبية المشاريع مثلا بحطوا بطابق واحد 10 شقق أو ببلوك واحد تقريبا 200 شقة عم بيتضمن. نحن هون عاملين شيء مميز، اذا انتبهتوا ما في اي اطلاله خلفيه لاي شقه، اطلالات كلها اماميه. عندنا بطابق واحد عم يصير شقتين بس مثلا بالنسبه لثلاث غرف وصاله. مجمع حلو، النظام العربي اللي نحن بنعرفه، الغرفه وصالون كلهم متمركزين هون، ما ضموهم بكل محل. الاطلالات كلها عم بتكون يا اما داخليه على اللاندسكيب يا اما على المدينه اللي عم نشوفها قدامنا. المجمع هلا حاليا من قبل شهر ما قبل العيد بلشنا نسلم الشقه. المشروع جاهز، 60 عائلة 70 عائلة تقريبا حاليا هلا فيه ساكنة. المدرسة اللي عم نشوفها بجانب المجمع هي مدرسة طبعا منفصلة عن المجمع، لكن هي بجانبه تم بناءها. هي مدرسة خاصة اسمها باتشي شهير كوليجي. هي المدرسة بتتضمن من الابتدائي للثانوي كلهم مثل ما قلنا شايفينه هلا اكتف. مدخل واحد للمشروع من هالطرف عنا، طابقين تحت الارض كراج السيارات. ليكون في مدخل تاني عنا بس حاليا مو جاهز، يلي ديكون من هون مثل ما انا شايفين. هاي الاراضي هي كلها خضار، رح تكون نفس الشيء على ارض الواقع. هاي كلها لانه اذا عم شوف هاي الارض اللي عم شوفها كاملا فاضيه، مساحتها 150 ألف متر مربع، كلها اراضي فاضيه حاليا بس الدوله رخصتها لانه تكون حديقه عامه. هون حلو كشركه انشاءات نحن طبعا بما انه الارض لنا قررنا نعمل فيها مثل مشفى حيوانات او عياده حيوانات صغيره وما حديقة حيوانات. رح تضم بس تخلص رح يكون في مدخل إلها للمجمع من هالطرف. لهيك مثل ما عم نشوف الإطلالات كاملا على هالمدينة، والمدينة هي تحت حاليا كلها قيد الإنشاء. هي ثالث مرحلة يلي اسمها تيما وورد، فينا نتخيلها مثل ديزني لاند. هي ديزني لاند يلي بتعرفوها مثل عم تضم محلات تجارية مع مدينة ملاهي كاملة. حلو إنه عم نشوف المجمع ده عملوا له دخول سهل، محل ما عم أشر هلا بالليزر الاخضر، تكون في درج كهرباء بهالقسم. لهيك مثل ما قلت لكم عن بعد الدرج الكهربائي لما راح ينتهي منين راح يعملوا بهدف يسهل دخول السكان للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه مثل ما قلت لكم ديزني لاند راح تكون. الحلو فيها هي من مدينه الملاهي الضخمه اللي راح تكون باسطنبول. مثل علامات كمثال بعطيكم مول اسطنبول. مول اسطنبول هو مول مغلق بس عم بيضمن 360 محل تجاري. حلو هون انه عاملين 450 محل تجاري عم بتضمن بمدينه ملاهي فقط. مثل ما انا شايفين بنبلش من اول مدينه. عندنا اول مدينه بهذاك القسم الجامع اللي شايفينه، هذا الجامع حاليا بلشنا بهالقسم للانشاءات، جامع ومحلات تجاريه للاحتياجات ديلي نيدز للكل راح يكون خارجيا وداخليا. بجانبها في محطه مترو انفاق. هاي مترو انفاق طبعا انشاءات من طرف الدوله. حتى الحلو انه بهالمترو الدولة سمته نسبة للمشروع تيما اسطنبول. المحطة لما رح تخلص مخطط الدولة يخلصوها اخر هالسنة ان شاء الله. لايك في حال خلصت محطة المترو رح تكون مقدمة فقط لمشروع تيما اسطنبول، سمته نسبة لضخامته. عنا بوسط مدينة تيما وورد 450 محل تجاري مثل ما قلت لكم. بالوسط هون في 20 مطعم وكافيه. هدول 20 مطعم وكافيه كله رح يكون طبعا براندز مثل هوكا وماد وستاربكس.
بالوسط في بحيرة صناعية، هي رح تكون كيف دبي، النافورات اللي بيرصوا عليها الأغاني على هالنمط. حلو، هون ضموا 25 نوع من الألعاب مثل رولر كوستر، ووتر بارك، هورر هاوس، هذا غيرها 25 نوع من الألعاب تماماً، مع المول المغلق، سينما مول، فود كورت، طابقين. هاي المدينة، هذا الأوتو بارك كاملا خاص بالمدينة بس 3000 سيارة بس. هذا كاملا طبعا حاليا قيد الإنشاء، عند موعد انتهاء طبعا رح يكون رح يزيد نسبة كبيرة من ارتفاع الأسعار بالمنطقة جميعا وليس بمجمع. حاليا وصلنا للشقة النموذجية في مشروع تيما، طبعا المرحلة الثانية مثل ما انتم شايفين هذا مخطط الشقة من الداخل، نقدر نشوفها غرفتين وصالة، هذا المخطط بالداخل. المساحة الإجمالية 147 متر مربع، المساحة الصافية 96 زائد 10 أمتار تقريبا، اللي هي تبع التراس والبلكونات. راح ندخل طبعا راح تصير مثل اللي موجودة في الحقيقة مثل ما تشاهدين، هذه الأبواب طبعا الواجهة الخارجية لها مثل الخشب، الباب طبعا داخل فولاذ بالكامل. أول ما ندخل على يسارنا عندنا الانترفون، طبعا راح تكون عن طريق الكاميرا تقدر تتحكم في فتح الباب الرئيسي للمجمع. طبعا مثل ما انتم شايفين الديكور الجميل هذا راح يكون موجود بالكامل في جميع الشقق، هذه مخصصة للعبي والأحذية أكرمكم الله، كبيرة ما شاء الله تبارك الله. الأرضيات في المداخل سيراميك، والمطبخ الغرف جميعها مع الصالة، الأرضيات تتكون فيها من الباركيه المميز. طبعا عندنا هنا الصالة مساحة جيدة جدا، يعني مثل ما انتم شايفين كنبتين تسع تقريبا لخمس أو ست أشخاص، مع طاولة طعام كاملة بالإضافة إلى تراس خارجي. طبعا هذه الشقة النموذجية، أما الشقق اللي معروضة للبيع أدوات الزينة والديكورات ما راح تكون موجودة. هذه البلكونة طبعا مين الميزة عندنا هنا أو نظام التدفئة فيها مركزية عن طريق التدفئة الأرضية. من البلكونة منها نتوجه نشوف باقي الغرف. طبعا هنا الصالة مثل ما انتم شايفين تمديدات المكيف تكون واصلة في الصالون، تكون واصلة في غرفة النوم الرئيسية، وبعض بعض القطع اللي موجودة داخل الشقة تكون موجودة مش أغلبها. طبعا الدهان يكون دهان عادي، وهنا عندنا دورة المياه الأولى مثل ما انتم شايفين مجهزة بالكامل، راح تكون مثل الشقة النموذجية اللي موجودة. دورات المياه راح تكون فيها أوراق الحائط. نطلع نتوجه للمطبخ. طبعا المطبخ يسلم مثل ما انتم شايفين، ما عدا الثلاجة ما راح تكون موجودة، لكن الدواليب عندنا هنا طقم الفرن، العيون، بوتاجاز، وأيضا ما ننسى عندنا هنا غسالة المواعين أيضا تكون موجودة، بالإضافة إلى الميكروويف، وعندنا هنا الفرن أيضا راح يكون موجود مثل ما هو. طبعا هنا على يميننا عندنا مخزن ستور، المكان اللي نحط فيه غسالة الملابس، وأيضا عندنا أرفف إذا عندنا اللحف والشغلات الزايدة نحطها. نتوجه هنا للغرفة الأولى، طبعا مساحة طيبة يعني أتوقع يكفي فيها سريرين ودولاب، أو إذا يكون في سرير ودولاب تكون المساحة أشرح، مع بلكونة فرنسية صغيرة. منها نوصل لغرفة النوم الرئيسية. على مدخل غرفة النوم الرئيسية الجهة اليمنى عندنا دورة المياه، طبعا راح تسلم مثل ما هي جميع الدواليب جميعها تكون متوفرة. وهنا عندنا الماستر روم، طبعا مثل ما انتم شايفين ماخذة مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، راح يكون فيها تمديد المكيف جاهز. طبعا الأثاث يعني إذا حابين مثلا تعملوا نفس هالدولاب الشركة نفسها راح تسويها لكم، لكن بإضافة أجرة الدواليب، لكن في الشقق في العادة ما راح تكون موجودة. إذا حابينها ممكن تطلبوها من الشركة ويعملوها لكم نفس النظام. طبعا هذا كان نموذج لشقة غرفتين وصالة. المجمع يحتوي على شقة غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاثة غرف صالة بمساحات مختلفة. طبعا
طبعا الان وصلنا للطابق السابع. مثل ما تلاحظون كل دور فيها مصعدين، يعني البرج بالكامل في مصعدين، ما شاء الله كل مصعد يسع تقريبا 10 اشخاص. راح نشوف الشقه النموذج او المعروضه للبيع. شفنا النموذج، هذه احدى الشقق المعروضه للبيع بنوع اللي هي غرفه وصاله باطلاله جميله، راح نشوفها الان. ايوه، اول ما ندخل ما شاء الله تبارك الله ندخل مباشره بالصاله. مثل ما انتم شايفين مساحه تقريبا 8x4 تقريبا او 3.5، مساحه كبيره جدا. طبعا عندنا هنا نظام المطبخ مفتوح على الصاله مثل ما انتم شايفين، صراحه جوده عاليه جدا، نوعيه الخشب وايضا المواد المستخدمه. وهنا المنطقه هذه جام بالكامل، عندنا الاضاءات المخفيه. طبعا عندنا هنا الشفاط ماركه سيمنز، ايضا عندنا هنا العيون، وهنا عندنا اللي هي غساله المواعين. هذه كلها تكون موجوده في جميع الشقق. بالاضافه عندنا هنا الفرن، ايضا الميكروويف، وعندنا هنا التواليب هذه اللي فيها نظام الهيدروليك، وايضا فيها نظام المكابح مميزه جدا. هنا عندنا مكان الثلاجه. طبعا هذه الطوابق الرئيسيه للشقه مثل ما تلاحظوا، نوعيه الامان جوده عاليه جدا، الابواب التركيه المعروفه. طبعا من داخل عاملينها لون ابيض بحيث انها تكون مناسبه في لون الدهان. طبعا اول ما نجي هنا على يميننا عندنا الخزانه اللي ممكن تحطوا فيها، موجوده فيها تمديدات الغساله، غساله الملابس، بالاضافه الى عداد الكهرباء الرئيسيه للشقه، وممكن تستخدم المنطقه كمستودع. وهنا على يميننا عندنا الدواليب الجاهزه اللي ممكن او يتم استخدامها في تعليق العبي والملابس. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة ككل. أول ما ندخل عندنا الكلوزيت، أيضا عندنا هنا دولاب اللي هي المغسلة بالكامل، وهنا عندنا اللي هو المروش بنظام باب سحب مثل الفنادق اللي هي 5 نجوم. تشطيب سوبر ديلوكس. منها نجي للصالة، طبعا تدفئة مركزية عن طريق الأرض، تدفئة أرضية مثل ما انتم شايفين. هذا نظام التحكم، وحدة التدفئة ممكن تزيدوها ممكن تنقصوها على حسب رغبتكم. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية مثل ما انتم شايفين، مساحة طيبة تكفي سرير دولاب مع تسريحة، أيضا لها مخرج للبلكونة مثل ما انتم شايفين. الباب ما شاء الله ماخذ مساحة كبيرة بحيث تكون الإطلالة جميلة. هذه مساحة البلكونة، تمديد المكيف جاهز فيها مثل ما انتم شايفين. طبعا لها اطلالة جميلة جانبية اولا على حديقة المجمع اللي انتم شايفينها الان، وايضا لها اطلالة على النوافير اللي موجودة والجلسات العائلية للمجمع. طبعا المنطقة هذه الفراغ الفاضي اللي انتم شايفينها، المنطقة هذه بالكامل راح تكون المرحلة الثالثة بالنسبة للمشروع. احنا حاليا في المرحلة الثانية واللي هي تيما بارك اللي كانت فيها العاب اللي هي الملاهي ديزني لاند، ايضا فيها المسجد والخدمات بالكامل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.